الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة مرتبط بالمشروع احد المشاريع الخمسة اللي القسم متقدم بيهم للأكاديمية، والمشروع ده بيرأسه الدكتور عاطف هلال ومعاه الدكتورة سعاد بدوي والدكتور وائل محمود. كان المفروض ان الدكتور عاطف يبقى قاعد في هنا يعني في مكان المشاهدين علشان يقدر يحكم على الكلام اللي هيتقال، ده في ناقص، في حاجه زايده عايزه تشال، حاجه عايزه تضاف وهكذا، بس هو متوقع انه يجي في اي لحظه. المشروع هو دراسه انتشار الموجات على شاطئ، انتشار الموجات على شاطئ. نشوف اللي هي في الاول اللي هي الصفحه الاساسيه، ويف بروباجيشن اوفر اي بيتش. طيب انا عايز اعرض الاول بعض المراجع علشان نشوف قد ايه الموضوع دوت مهم، لانه مستمر لغايه دلوقتي، يعني لغايه النهارده في ابحاث بتطلع، يبقى الموضوع مش مكتمل. اتعمل حاجات كتير في النظريه الخطيه وحاجات كتير او حاجات اقل في النظريه اللا خطيه. احنا بندعي الشغل بتاعنا مبني على النظرية اللا خطية. هنشوف المراجع، نبص عليها كده ونتأمل. يعني نشوف مثلا من سنة 58، في شوية مراجع من قبل كده انا اسقطتهم او يمكن هيظهروا بعد كده، انما الحاجات الاساسيه اللي في الموضوع جرين سبان سلوبينج بيتش، يعني بيتش نازل بخط مستقيم، الميل بتاعه او طالع بخط مستقيم. نون يونيفورم ديبس، هنا موضوع 58 برضه، انتشار الموجات السطحيه. بيهاوزن وليكوني، ده كتاب يعني عمل ضخم. سيرفس ويفز، يونيكنس اوف ووتر ويفز اون سلوبينج بيتش، يعني حتى موضوع ان الحل وحيد ولا لا، ده موضوع كمان مش واضح في ذهن الناس. بيريجرين، ده واحد من الحاجات الاساسيه اللي اتعملت سنه 67، وهيحصل مقارنة مع الشغل بتاع المشروع. شوتو سنة 67، سلوبينج بيتش برضه، كوستال انجينيرنج، 3 دايمنشنال بيهيفير اوف لونج ويفز اون سلوبينج بيتش. تايرا وناجاتا، ده بيعمل تجارب، بيجيب لوح كده مايل زي الشاشه دي في حته صندوق كده ولا حاجه، ويمشي ميه ويدرس الحاجات دي. كاكوتاني دوت، نون ايفن ان ايفن بوتوم جرافيتي ويفز. عنده صفيحة طولها مثلا 2 متر وعرضها حوالي متر، واخرها في لوح مايل كده، ده اللي هو هيعبر عن البيتش. نعم؟ مش صفيحة يعني. يعني مكتوب. بيولد حركة، وبيشوف بقى المية بتمشي ازاي، وبيقيس شوية حاجات، بيقيس السطح الحر، ارتفاع السطح الحر، وال
وصول الموجة وحاجات كده يعني. عندي عندنا البحث ده موجود. هي عنده صفحة مستوي وبعدين بيعمل له نوع بيش مستوى نائل بيش وبيقيس بيعمل ستاتس وبيقيس استعمالها بيقيس ارتفاعات السطح الوسط كله اللي هو بيبقى مطلوب في المسألة. أهم حاجة ارتفاع السطح كله. لما بنشتغل في دي عملناها تجربة مع الدكتور مصطفى. لما بنشتغل في النظرية الخطية لازم يجي لك لوغاريتم في الحل. من غير اللوغاريتم الدنيا ما بتمشيش. فطبعا عشان تحط لوغاريتم وفيزيائيا الناس بتكش منها. بيحاولوا يلفوا حوالين الموضوع ده ويشتغلوا في النظريات اللا خطية. يعني شايفين الخلاص في النظريات اللا خطية. اقلب كده. الشغل بقى اللي هو معمول مبني على البحثين دول بتوع جرمان اللي هو كان أستاذ الدكتور عاطف والدكتور مصطفى مدينة والدكتورة سعاد والدكتورة فايزة في الولاد. كان عنده توهم في أوائل السبعينات 70 71 72. وهو طبعا في جرنوبل في الجامعة هناك. وكان عنده واحد متبني من الأكاديميين اسمه هاري فيلا كان بياخد الشغل بتاعه وينشره في الأكاديمية. طبعا النشر في الأكاديمية دي بتبقى أبحاث 4 صفحات مكسب. فالشغل هو مبني على الأفكار بتاعة جرمان الحقيقة. برضو سلوبينج بيتش ستاندينج ويبز اون بيتشز جرين اند ناجدي برضو ده حاجة شغل جديد من نوعه. بيعملوا مجموعة معادلات جديدة سنة 76 دينا مشينا جوتو دوت لاجرانجيان ديسكريبشن نفس الشغل اللي احنا هنعمله. ماهوني ويف ريفلكشن فروم بيتشز بيليجرين 83 داني 86 ماير 86 ماير اقلب كمان. غالب وحفني انا لما كنت رحت عند جيرمان دوت سنة 78 اخدت مسألة من بتوعهم وقعدنا نحل فيها انا اسماعيل عبد الظاهر حفني. ما خدتش كتير مننا يعني بتاع 4 سنين بس على ما عرفنا نلاقي التكة اللي بتحل المسألة. وكمان سنة ونص يعني علشان تنشر فخدت حوالي 5 سنين 6 سنين كده على ما ظهر. برضو inclined plate wave generator convergence كلها linearized waves. مايلز ده بيعمل بقى نظرية لا خطية. مايلز ده من الناس الكبار بتوع الهيدروداينامكس. wave reflection from a gently sloping beach يعني بالكتير قوي البيتش بتاعه يبقى يعني مايل يعني زي بوس الحلاق يعني يا دوبك من على الأفق. برضو هنا بقى العكس vertical cliff يعني مياه جاية على جدار تخبط في جدار. ودي برضو هتبقى عندنا في الشغل. نروح بقى 92 و 93 هو حلول sloping beach كلها و vertical cliff. انزل كمان numerical study. في شغل numerical في شغل نظري في شغل اكسبيريمنتال. الثلاثه دول موجودين عندنا موجودين في الحيز بتاع الابحاث ده. مين شيء كمان. نروح بقى على الالفينات شغال لسه. 2003 موجود اهو 2006 2007 داينامكس اوف تسونامي ويفز اقلب كمان. 2010 في شغل اهو شالو ووتر. 2010 2013 برضو شالو بيتش. 2013 اقلب كمان.
بس بنروح بقى لمجلات هندسية 2015 2016 2017 2018 بالتالي ده آخر واحد عندنا. بيرجع ياخد شغل بيريجرين بتاع سنة 67 يعني بعديها بكام سنة كتير ويعمل له دراسة مرة واحدة. فقاعدين يلفوا يدوروا حوالين المواضيع دي نفسها ومفيش إجابات نهائية لأي حاجة. كل واحد بيحط حتة كده ويمشي. فالشغل هيكون في الشالو ووتر فيلد. يعني اذا المفهوم بتاعنا هيبقى ايه؟ زي ما نقول كده احنا بنفكر في اللا خطيه، معادلات لا خطيه، وعلى حسب الفكر بتاع جيرمان دوت بيتعمل مفكوكات للمعادلات للحلول في متغير صغير. كويس؟ يعني الفكر هو كده انك هتفك عندك معادلات لا خطيه، هتفك الحلول في مفكوكات في فيها متغير صغير، لازم تفكر تشوف المتغير الصغير ده منين؟ هتجيبه منين؟ وفين؟ وبعد كده الدنيا بتمشي بقى خطوه خطوه، بتجيب بقى التقريب الاول التقريب الثاني وهكذا، بتقعد تعمل شغلانه. الفكر بتاع جيرمان ان هو عنده دبل اكسبانشنز هنشوفها دلوقتي. يعني شغل الكونكاري بتفك الحل بيبقى فيه حد فيه ابسلون اس صفر ابسلون اس واحد ابسلون تربيع وهكذا، ده المفكوك اللي هو اللي احنا متعودين عليه اسمه كونكاري اكسبانشن سمول بارامتر اكسبانشن. الشغل بتاع جيرمان فيه مفكوكين اثنين مع بعض، فبيبقى عندك زي التابل حاجة مستوية كده، التقريب صفر صفر، التقريب صفر واحد، التقريب صفر اثنين، التقريب واحد صفر، التقريب واحد واحد، يعني زي ايه؟ تو دايمنشنال اري. وبتحاول تجيب التقريبات ده واحد ورا الثاني. هنشوف الحاجات دي بعد شوية، أنا يعني التقنيات ما تهمناش قوي، أنا بحاول أوضح نقط اللي هي بتبقى لذيذة يعني ومش محتاجة لعنف رياضي عشان اقلب كده. ادي البيتش بتاعنا شالو ووتر. قعدت انا مده طويله جدا اسال يعني ايه شالو ووتر، واخد وجود مختلفه من مصطفى مدينه ومحمد فلان لغايه ما في الاخر اتفقنا على ان الشالو ووتر ثيوري بيبقى فيها متغيرين اثنين لازم الاثنين دول يبقوا صغيرين. كويس؟ متغيرين اثنين لازم الاثنين دول يبقوا صغيرين. النسبة بين العمق وطول الموجة، يعني طول الموجة لازم يبقى كبير جدا بالنسبة للعمق. الحاجة الثانية الامبليتيود بتاعت الموجة بالنسبة للعمر برضه يبقى أصغر، ده يبقى أصغر. في متغيرين اثنين المفروض يبقوا صغيرين زي ما هنشوف دلوقتي. في الحالة دي أنت عندك مشكلة لأن أنت عايز بقى إيه تستخدم متغيرين صغيرين، عايز تيجي تعمل الإكسبانشن. إحنا متعودين بنعمل الإكسبانشن بمتغير صغير واحد، انما دلوقتي عندك اثنين الفا وبيتا مثلا، طب لازم بقى تفك في الفا والفا تربيع والفا بيتا وبيتا وبيتا تربيع والفا تربيع، يعني الدنيا بتزيد وبتتعقد. هنا الشغل اللي جاي دوت هيبقى فيه متغير صغير واحد بيجمع الاثنين مع بعض. اولا الووتر دبس بالنسبة للمسافة الأفقية اللي هي مثلا طول الموجة ده صغير، وفي نفس الوقت ده هو هناخد بقى الاثنين بارامترز زي بعض.
هو هو هيبقى الويب امبليتيود على الويب يعني الموجة ما تبقاش معضارة او لا تبقى حاجة نايمة خالص كده خلاص؟ طيب بالنسبة للأطوال والحاجات دي على حسب الكلام اللي أنا بسمعه من الزملاء أو اللي بشوف المكتوب ده لما بتكون موجود في نص المحيط في نص المحيط ممكن يبقى طول الموجة مثلا 100 كيلومتر 50 كيلومتر ممكن يوصل حاجة زي كده أنت لوحدك ما تقدرش تشوفها وأنت قاعد في حتة يعني لازم تراقبها بقى من مواقع أخرى يعني عالية أو حاجة والأعماق بتبقى في حدود الكذا كيلومتر اللي هو كذا 3 كيلو 4 كيلو صح كده؟ لما بتوصل قرب الشاطئ ممكن العمق يبقى في حدود الامتار امتار قليله ممكن حتى سنتيمترات طول الموجه ممكن برضو يبقى بالامتار خاصه الامتار فانت عندك ظواهر مختلفه في حتت مختلفه من الحركه دي بتسبب قلق يعني الناس اللي بيدرسوا السونامي مش عارفين يفحصوه فين يقول لك انا اقسمه لثلاث مراحل مرحله في الديب ووتر وهو جاي مرحله قرب الشاطئ وهو داخل يدمر ومرحله بقى وهو بعد ما بيعدي الشاطئ وبيروح داخل مجرد كده ثلاث مراحل كل مرحله البارامترز مختلفه انت عايز معادلات مختلفه ولا ايه يعني بجد كده احنا ما وصلناش لدرجه التعقيد دي احنا عندنا مجموعه معادلات واحده وهنشوف هنتعامل معاها ازاي البيتش اهو زي ما احنا شفنا ارجع شويه كده زي ما احنا شفنا البيتش ارجع شويه كده اللي عايزين الرسم لازم يبقى فيه حتتين حته افقيه وحته متصاعده يعني العمق بتاعها بيقل خلاص في حته العمق بتاعها ثابت وحته العمق بتاعها بيقل وهناخد للسهوله عشان نريح نفسنا هناخد نقطه الاصل الاو دي في الحته اللي بتفصل المسافه الوضعين دول ومحور اكس على المنطقه الافقيه اللي هي بتمثل الوضع المتوسط طيب مجاهيل المسألة ايه؟ وايه المعطى؟ انت معطى عندك موجة داخلة عليك اللي هي الموجة الخضراء دي داخلة على الشاطئ هتعمل اهتزاز في سطح المية هيبقى عندك المجهول الاساسي ارتفاع سطح المية عن عمق معين ده المجهول الاساسي في المسألة. الموجة دي لما هتيجي على الشاطئ طبعا الشاطئ ده بيسد الحركة مش قناة مفتوحة. فهيروح الموجة عاملة انعكاس منعكس دي اللي عايزة تتحسب. انت عارف انت داخل بالانسيدنت ويف عايز تحسب الريفلكتد ويف. ولما تحسب الريفلكتد ويف هتعرف قد ايه من طاقة الموجة تعطي للشاطئ وطبعا لما الطاقة دي هتروح للشاطئ هتعمل في مشاكل بقى ممكن تتحدوا تعمل في أي حاجة عشان يبقى في فرق انرجي الجزء اللي هو الجزء اللي هو البيتش بقى ده هو اصعب ما في الموضوع لان كمان شكل البيتش مش معروف ممكن له اشكال مختلفه عايز انوه بشغل احنا عاملينه مع الدكتور مصطفى جديد هنا ولسه ما كتبوش لسه يعني نهايه سعيده انه ينتشر عاملين الشغل ده على بيتش اي شكل ممكن يبقى اشكال متنوعه والبرنامج بيحسب كويس جدا
النتائج جميلة جدا، بس في مشكلة انه هو شغال كله في الدنيا سيول، يعني بنعتبر السطح الحر تقريبا وبنحط عليه الشروط الحديدة. ده اللي هو تعبير عن خطية المسألة، تحط الشروط الحدية على سطح معلوم مسبقا اللي هو مستوى الأفق. نعم؟ مفقود بوانكاري. بوانكاري. و نعم؟ ممكن يبقى أي حاجة بقى، ممكن يبقى عامل كده بس، ممكن يبقى أفق، ممكن يبقى خط مستقيم على حسب. شغل جميل جدا فيما عدا ان هو خطي. طبعا المسائل الخطيه الناس دلوقتي ما بتحبهاش شغل جميل بتاع سيدنا نور. وكمان بتضطر انك تحط لوغاريتم في النقطه اللي هي الطرطوفه دي اللي ايوه النقطه دي اللي الدكتور عمرو بيشاور عليها دي، مش لوغاريتم مختلفه. الحقيقة اللوغاريتم ده شغلته، ما هو اللوغاريتم ده مضروب في كوفيشنت، الكوفيشنت ده بيبقى اكسبنس اوف اللوغاريتم، بياخد ويدي مع الموجة، ياخد منها طاقة ويديها طاقة، فهو بيلعب دور مهم. إنما بقى عشان هو لوغاريتم الناس ما بتحبوش بتوع الفيزياء، يقول لك إيه حط لي لوغاريتم يعني الدنيا هتروح لما لا نهاية في الحتة دي. ما هو يا اخوانا لا، مش هتروح لما لا نهايه ولا حاجه، لان في كل الاحوال المنطقه الصغيره اللي هي عند الطرطوفه دي حته كده هنا دي كلها بتبقى مساله فيها حركه معقده جدا، والموجه بتلف فيها وتعمل مجاول وتعمل تربرنس وتعمل حراره، تحتاج لدراسه اخرى خالص. ففي كل الاحوال الجزء ده عمليا محدش بيعرف يدرسه، الجزء الصغير اللي هو عنده تطوف الشطر. فسواء في لوغاريتم او لا انت ما بتقربش من الحته دي، يعني شوف بعيد وخلاص. طيب نروح بقى على المساله. احنا قلنا او الشغل دوت يعني اساسه معمول في لاجرانشن سيستم اللي انت بتدرسيها في طلبه السنه الثالثه. ف انا عملت جزء كده مهوش هيظهر في البحث ده، ازاي نحول المعادلات اويلر تحت حركه الى كرانشر كورس. معموله حلوه جميله جدا تنفع مساله يعني مساله قويه في الطلبه. دي موجوده جدا. بشوف بقى حتى كمان يعني المعادلات شكلها ملخبط مش اللي احنا بنشوفه في الكتب. يعني الايكويشن اوف كونتينيوتي اهي شكلها فوق، اكس الصغيره دي هتبقى هي الازاحه، الازاحه بتاعت الفرق من الوضع الاساسي للوضع الثابت، وبيج اكس وبيج واي هما اللاجرانجن اوردرز. انا حبيت اخد الدرس النوتيشنز الحديثه بتاعت شكل علشان ايه يعني تمشي مع لو حبينا ننشر كده ما يبقاش في صعوبه في النشر. الطرف المعادله الثانيه دي هي معادله الحركه. معادله الحركه و الطرف الايمن دوت بيبقى الدبل سيركل دي الطرف الايمن ده، وده هناخده بصفر. يعني في المساله دي هناخد ان مفيش في الاول سيركليشن روتيشن بصفر، يعني عشان نبقى الفلو بوتنشال طول الوقت. طيب نروح بقى على البروبلم فورميليشن. ادي معادلات الحركه اهي انتوا عارفينها، بي الضغط وجي عجلة الجاذبية الأرضية ورو الكثافة. نقلب بقى كونديشن على الفري سيرفيس
انه الضغط ثابت على الريزرفز بتتكتب بالشكل ده بارشل بي باي بارشل بي اكس بتساوي صفر عند واي بتساوي صفر اللي هي واي بتساوي صفر الصفر يمكن نعيد كتابتها بالشكل دوت مش هيقرا حاجه يعني الامبرميابيليتي بتاعت السطح الحر هنا في اللاجرانجر كوردينتس اتحطت لما انت بتشتغل في اللاجرانجر كوردينتس الامبرميابيليتي بتاع السطح اتحطت تلقائيا فبنخلص نفسنا من المعادله المشكله بقى بتيجي ان المعادلات بتبقى نون لينير زي ما انتم شايفين غصب عننا بقى condition of impermeability of the flow bed مفيش اختراق في السائل ما بيتحكيش من الفلو بيت يعني الصف بتاع الكوم مانع للاختصاص ف بتكتب الكونديشن بالشكل ده مش هنخش في التفاصيل الفنية قوي احنا عايزين بس الافكار الرئيسية في الموضوع هنكمل بنعيد صياغة المعادلات بالشكل ده الشغل ده اساسه يعني معمول جزء كبير منه في شغل الدكتورة سعاد شغل الدكتوراه بتاع الدكتورة سعاد طيب method of solution عايزين ندخل small parameter في المعادلة المعادلة بقى الأخصائية ما بتنحلش يعني فيها حاجة ندخل small parameter ازاي؟ بنعمل تغيير في الإحداثيات بالشكل ده الإحداثي بيج إكس دوت هنعرف بداله إحداثي ازاي بيساوي إبسلون في بيج إكس والزمن تي بندخل بداله زمن تو برضو بيخش فيه الاكس بالضبط الحاجات دي معموله ومضبوطه من ابحاث قبل كده بحيث انه لما تيجي تطور الحلول شكل الحلول تقدر تجيب بقى ايه بس تقدر تعمل شغل كويس طيب كاينيماتيكال كونديشن اللي احنا قلنا عليها قبل كده question of continuity هي طيب ايه اللي بنقوله هنا لحظة كده احنا عايزين برضو نعمل حاجة كده علشان نستنتج حالة خاصة فقلنا لو الريتش دوت واقف قوي كده عامل زي كده يعني تقريبا ما يمكن تسليم رابع على بنقدر نعمل الباوندري كونديشن على البطن نقدر نفكه بالشكل ده برضه بدلالة الابسلون بحيث ناخد حتة كده نقدر نرسم هي واحد طيب ادي الاسلوب اللي جيرمان اقترحه للحلول مش مع الفكر ولا عن الريتش كان ما هو على الريتش لما يكون الريتش تقريبا فادي الحلول اللي اقترحها جرمان انا مش متاكد اذا كان في حد قبليه اقترحها ولا لا مش متاكد من الحكايه بس ادي الدبل سيريز دوت في ايه الدبل سيريز ده يتضمن لما تاخد ام بتساوي صفر بس هتلاقي صف كده هو البوانكاري اكسبانشن في ابسلون وابسلون تربيع وابسلون تكاليف وهكذا لما تاخد الصف اللي بعديه يعني تاخد ام بتساوي واحد تبتدي تظهر لك حدود فيها اكسبوننشالز من النوع اللي باين دوت واللمضات دي بتختار
بحيث انها الاكسبوننشال نفسه تاثيره عند الصفر، فقرب الصفر يبقى باين بس بعيد عن الصفر يبقى يعني نازل بشكل اكسبوننشال طبعا. فدي بنسميها لوكال اوسيليشن تيرمز، لوكال اوسيليشن تيرمز. شغلتها الحقيقه انها بتساعدنا اثناء تنفيذ عمليه الحل، بتساعدنا على تحقيق الكونتينيوتي بتاع الحل شمال ويمين شمال ويمين. هنا زائد وناقص معناها عند اكس بتساوي صفر اقل من الصفر او اكس اكبر من الصفر. فاذا بيبقى عندي المنطقه الصغيره دي اكس اكبر من الصفر رايح يمين. في حدود هنا لما ان بتساوي صفر دي مش موجودة في المسألة بتاعتنا، بس ممكن يكون ليها حاجة لو كانت المسألة بتاعتك فيها فلو جاي من انفينيتي، يونيفورم فلو ات انفينيتي، هتحتاج انك تزود الترم كمان عمود ان بتساوي صفر. ده مش موجود عندنا هنا، احنا عندنا ات انفينيتي في موجة ساقطة، وبالتالي ما عندناش يونيفورم فلو ومش محتاجين للان بتساوي صفر. طيب عايز ارجع للرسم شوية كده. المفروض ان البحث ده فيه ثلاث اجزاء، في جزئين هيعرضوا بس البحث، الجزء الثالث يعني بيجهز الجزء. الجزء الاولاني هيختص بالمنطقه اللي على الشمال، يعني فيها فلو اوفر اكليف او اون اكليف، يعني هندرس حيطه وفي فلو جاي عليها نشوف الدنيا هتمشي ازاي معاها. الجزء الثاني هيبقى الجزء اللي على اليمين ده اللي هو البيتش سمول انكليشن، برضه هنشوف بعض المعادلات اللي فيه بتتكتب ازاي. وبعدين الجزء الثالث اللي هو بيجهز بقى لما يتحطوا كلهم مع بعض، الاثنين دول مع بعض تبقى المساله هتكتمل كده في موجه ساقطه، هنشوف بقى هتعمل ايه. هنا اقصد سمول انكليشن على الراس، سمول انكلينيشن على الراس. الناس اللي البيتش سمول انكلينيشن على الافق، البيتش سمول انكلينيشن على الافق، يعني الالفا دي صغيره. الالفا صغيره؟ صغيره الالفا صغيره على كل البيتش كبير. وبعدين في حاجه وضحت الشغل بتاع الدكتوره سعاد هنا، انا كنت دايما اسال نفسي عليها ومش فاهم ازاي تجيب كاركترستيك لينس لليونيفورم سلوبنج بيتش وما دام ممتد فين الكاركترستيك لينس بتاعها. فعند الدكتوره سعاد وضحت الحته دي، الكاركترستيك لينس على البيتش لما هدرسه لوحده هتبقى هي الارتفاع اتش اللي بيفصل البيتش ده عن المنطقه الافقيه المفترض انها تبقى موجوده. يعني هي يعني المنطقه الافقيه دي موجوده بس انا مش بدرسها، انما الارتفاع بتاع العمق بتاعها هو ده اللي انا هاخده كاركترستيك لينس في مساله البيتش والسلوب البيتش. هو البيتش نعم هو الاتش الاتش بقى
ويخش في المعادلات بتاعت المسألة. هنروح بقى بسرعة كده الجزء الأولاني اللي هو beach of كم beach of steep inclination. مش هنقعد بقى نتابع الابروكسيميشنز المختلفة يعني هنحتاج بقى شغل كتير دي. بنوصل منه إلى الآتي. كمل كمان استنى لحظة تطلع فوق شوية. نوصل منه إلى أن الإزاحة الأفقية هتساوي المجموع حاجتين الانسيدنت ويف زائد الريفلكتد ويف. كويس؟ وبعدين هيثبت بعد كده من الشوك إنه الإكس دي 01 بتساوي 0. ده أنا بتكلم في المنطقة الصندوق اللي هو محدود بحائط الرأس. هيطلع إن الإكس 01 بتساوي 0. معناها إيه؟ معناها إنه الريفلكتد ويف بتساوي سالب الإنسيدنت ويف. يبقى إذا في المسألة دي في التقريب 01 أهو الموجة بتنعكس ما بتديش أي طاقة للبيتش. ده في الكليفت. خلاص؟ هيطلع كده هيطلع إنه الريفلكت الويف تساوي ناقص الإنسيدنت ويف عليه. كمان علشان مفيش تبادل طاقة فكل الحاجة اللي احنا بنسميها سمول أوسيليشنز دي كلمات اللي هي اكسبوننشال تيجي لها تطلع بسرعه. على الاقل عملنا الحسابات لغايه التقريب الثاني تطلع بسرعه. وعشان نحسب يعني عملنا شغل لفه كبيره جدا وانتجر الكويسنس والحاجات بتاعته طلعنا حلول العدديه فعلا صغيره تاكدنا ان الحلول بصفر طبيعي. طيب ده كله بقى خلاص بقى التفاصيل دلوقتي ايه اللي بده كله. بيتش اوف مش مشكله دي ايه اللي بده كمان بيتش اوف سمول انكلينيشن دي كلها الحسابات اللي انا لخصتها دلوقتي. هو ده اللي نرجع شويه كمان بس بيتش اوف سمول انكلينيشن اهو بناخد بارامتر صغير كده علشان نقول انه يعني سمول انكلينيشن. وبنقلل بقى هتبص تلاقي المعادلات بتاعتك هتمشي وبتجيب الاوردرز المختلفة بتطلع اللامدا اللي مطلوبة في الوس دي المشتقة بتاعتها بتساوي كده وبالتالي اللامدا نفسها بتساوي لوغاريتم. لما تيجي تتضرب في الوس هتروح مطلع لك تقلب بقى هتطلع الحاجات اللي موجودة هنا اكسبوننشال بتاع لوغاريتم فده كله هيطير مع بعض وبتجيلك حلول بالشكل ده. بنقعد بقى نتابع برضو الحلول تقريب الصفر وزير وتو كل حاجة كمل يا عمرو. بنوصل لمعادلة من النوع ده علشان نعين يعني شوف عشان تجيب معادلة تفاضلية تعين اكس 01 لازم تروح للتقريب 02 يعني توصل لتقريب معين بتلاقي شوية حاجات لسه مش ظاهرة عندك. تروح لتقريب أبعد شوية يديلك معلومات عن الحاجات اللي قبل كده ترجع بيها. تطلع معادلة تطلع فوق شوية كده معادلة من النوع ده. المعادلة من النوع ده أهو عملنا شوية شغل عليها وطلع مطابق للشغل اللي معمول عن الدكتور سعاد بدل بالظبط في
الرسالة بتاعتها. بتقدر المعادلة دي تقدر تحلها ب بالك دي معادلة موجية بس فيها حتة كده مشتقة زمنية ممكن تحلها بفصل المتغيرات المباشرة. احنا عملناها على خطوتين، الاول طيرنا المشتقة الاولى دي بعمل تحويلة كده، اقلب كده عملنا التحويلة اللي هنا دي x بتساوي v e اس f جاما، جبنا ال f دي اقلب بقى كده تطلع المعادلة بتتحول بتبقى بالشكل ده، يعني المشتقة ضاعت بس بتدلة بتظهر. فيبدو ان هو مش يعني مش مكسب كبير، كان ممكن على طول نطبق الاكسبريشن الفاريبلز من الاول، مش محتاجين نعمل كل لف ودوران ده. وبتطلع الحل على شكل جي 1 وبرو جاما في كوساين وساين، هنا زمن وهناك الإكساي. الإكساي دي بدلها في جاما دلوقتي. وبعدين عشان نحقق الشرط الحدي كمان لازم نختار بحيث انه يجينا الزيروز بتاع الفيزيك فانكشن، بحيث تحقق عند جاما بتساوي واحد طيب خلاص كده احنا خلصنا. في جزء ناقص، جزء ناقص ده ايه؟ ده اللي اشار اليه الدكتور مصطفى جلال في التطبيقات. دلوقتي الجزء اللي فاضل هو هيبقى هناخد المعادلات بتاعت الصندوق بتاع الشمال ده والمعادلات بتاعت الجزء المثلث اللي على اليمين وهنحطهم مع بعض ونكتب شرط دي على الطرف دوت ونعين بقى اللوكال اكسبريشن، نعين كل الحاجات اللي بنحط عليها ونروح مديين لنفسنا موجه جايه من احترام الكلمتي ونشوف هيحصل لها ايه. الدكتوره سعاد عامله حاله في المساله دي، لا قرنا شغلها بشغل الانجليزي بتاع سنه 67 ومطلعين يعني في تقارب تقارب بين الكلمتين بحيث يبين ان الشغل معمول ماشي صح. فاحنا هنكمل الجزء الثالث دوت وهيبقى جزء عددي هنحتاج فيه للعمل ده. طيب هو ده اللي كان محتاجين نعرضه النهارده بتاع اللي هو عليه الدكتور عاطف والدكتور سعاد والدكتور. طيب في جزء اللي هو القديم خالص دوت برضه اللي هو كان هنا دلوقتي اللي انا قلت احنا هنحطينه على جنب علشان دي حاجات كلاسيكيه خالص الريفرنس شو كانت في الاخر خالص بعد ده كله الشغل القديم قوي بقى اللي هو في الاربعينات وكده. ايوه دول ايوه لا لفوق شويه ايوه دول بس فوق شويه اطلع فوق شويه لا لا بس ايوه بس 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 مفيش حاجه بعد ريفرنس مفيش حاجه اطلع فوق شويه بس بس كده بس بس خلاص دي حاجات القديمه قوي عندنا برضو منها عندنا يعني عندنا البحثين الواحد والاثنين دول موجودين معانا البحث اربعه زي ما انت شايف الشغل دوت من حاجه واربعين يعني الناس مركزه فيه علشان نحرف الشواطئ والمسائل ذات التطبيقات الجيوفيزيقيه فالمساله مهمه جدا زي ما شفنا معمول فيها شغل لغاية 2019 أو 2018 ومفيش نتائج نهائية، الواحد بيطلع حاجة يقول لك ده الإنتاج بتاعنا وده أحسن من ده وده يقارن ده. فإحنا برضه يعني الشغل بتاعنا دوت المفروض
اللي هو يعني هيبقى له مكان في الشغل الموجود في الموضوع ده، وده اساسه اساس الشغل ده معمول مع القرعات والقرى سعاد، وانا ومصطفى بدينا بنساعد. طبعا كده خلصنا من الموضوع دوت، هيبقى بقى فيه تقريبا الجزء الثاني ده حاجه يعني هو السؤال اللي يمكن الاولاني ده مقرر ان اللي هحط عليه الحد التفريط ده ما يسمحلكش برسم فري سيرفيس. بتقص عن الرساله بتاعتها كانت رسم فري سيرفيس لانها علقت لغايه التقييم الثاني لحد التقييم اللي بعد كده يقوم بيطلع المجاهيل اللي مفروض. فانا شايف لو هنقف بالشغل لحد كده اخد قيم افتراضيه للثوابت اللي هي المفروض هتجيلي من بعد كده وارسم فري سيرفيس واشوف هنوصل لغايه التقييم الثاني في كل الاحوال. طيب يبقى لازم اوصل للمرحله اللي تمكنني من رسم فري سيرفيس. تكون ايه حسابات و زي ما هو واضح مش مبني على اساس رياضي تحليلي، مفيش اناليسيز معمول. ده بنحط الحل في صوره دبل سيريز اكسبانشن بقى عوض لو في مش عارف ايه فيرست اوردر سكند اوردر بتاع، مفيش رياضه بتحكم. مش ده مش تقليل من الدستور، انما هو الناس كلها بتشتغل كده بس عشان يحكم على شغله بقى بالنتائج، النتائج اللي هي الرسومات والمناقشات الى اخره. نقطه بقى ثانيه، الناس كانت بتطلع، انا عندي هنا في كورنر، في كورنر بوينت اللي هي اللي فوق ما بين الفري سيرفس وما بين البيتش، وهنا الباوندري كونديشنز بتختلف، الباوندري كونديشنز على البيتش مختلفه عن الفري سيرفس. هنا لازم يطلع سنجلاتي، الناس اللي بتطلع لوجاريتم سنجلاتي معاها حد. انا شايف هنا المعادله 77 دي معادله تجمع، معادله بيسل مش كده؟ البيسل الحل اللي اتاخد هنا الجي 1، انا ممكن اخد الواي 1 والواي 1 كمان فيها لوغاريتم، فاخد كومبينيشن من الجي 1 والواي 1 واخلي التقريبات الاعلى تعين لي الكوفيشنس. لو الواي 1 ملهاش لازمه يطلع لي الكوفيشنس بتاعها بصفر، انما انا شايف هو الواي 1 اللي ممكن يدخل لي لوغاريتم هنا، ولان الكورنر ده لابد يكون فيه سنجولاريتي في الحلول، اما في الحل اما ويك سنجولاريتي تظهر في المشتقات او سترونج سنجولاريتي تظهر في الحل. وهو هي هتظهر في المشتقات طبعا، لان هو السنجولاريتي مش في الازاحات، تبقى في السرعات، هي السرعات مش ظاهره هنا عند الدكتور، هنا ما فيش سرعات، انما هتيجي من المشتقات. فانا يهيأ لي المشتقات لابد تحتوي على سنجولاريتيز عند الكل. ودي علشان نعالجها حسب ما انا شايف لحد دلوقتي، ان انا هاخد زي ما خدت الجي 1 هاخد الواي 1 واشوف المعاملات الكوفيشنز بتاعتها هتطلع شكلها ايه من الاي ار قول بس الكورة ما حطش مش أنا شايف المشكلة اللي أنت بتقول عليها دي أصلا أول ديسكشن اللي كان مشكلة إن هو كان اللي هو بيقول له كلام على النقطة دي، كلام على النقطة دي احنا أصلا كل أصلا احنا ما رضناش نتكلم فيه. أنت لما تبص فيزيكال شوف المسألة اللي في مية بتوصل لثلاثة يحصل عشرات الاشياء. ايوه احنا بنجيب عشان كده ما تقدرش ابدا ان احنا بنتكلم على شكل كل ما كده شكل كده. لكن هنا بنتكلم باسم على الحته دي بالذات الناس اللي درست كيمياء في الفيلم بتاع ده وشفنا وريني وريني ماشي واخد دورمانتو عشان بس نفهم انواع انا بيسموها تلاتيريوس الجديد انك انت لازم تغير سلوشن الكلام ده زي ما هو لكن في حقيقه الامر هو كان حاجه ما بيستخدمهاش. فانا اقول لك احنا الشغل الموازي
شغل نازل الشغل بتاع المشروع. اخذنا يعني استخدمنا الديفلوبمنت اللي هي الاكسبانشن بتاع كولكولي. جبنا الفيرست اوردر ثيوري والسكند اوردر ثيوري. الحلول بتاعت الفيرست اوردر والسكند اوردر كان فيها امكانيه وضع الوزنات. المساله بتاعتها فيزيكال ممكن نتكلم فيها ونجيب المساله دي فيزيكال مش كلام فيها. عشان كده احنا اثبتنا في حضرتك 100% لابد منها نعمل لها ابروش بيزنس. انا بقول الشغل الموازي ده كان فيه لوغاريتم مضروب في كوفيشن والنيوميركال تريتمنت هي الاين كوفيشن. احنا كنا بنجيب سبيكترال سوليوشن. الكلام انت مسالتك كانت كده هي نفس المساله بس في الديب ووتر ثيوري بالظبط. ما هياش في الشال ووتر الكلام ده. انت عندك لوكال اوسيليشن عندي لوكال اوسيليشن وعندي بروجريسيف ويف الكلام ده. اللوكال اوسيليشن بعد كده انت بتتكلم عليها احنا هنا على دي بالذات ماقدرش يعني ده تصور شخصي علشان تتكلم على حته بعيده تاتش تسمى شاطر بالظبط. هي دي اللي بتتكلم عن اللي هو الدراسه السوليوشن اللي بتتكلم انت هتبقى ايه؟ انت عندك ايه؟ اشياء منها عمليه التصادم هنا عمليه فبيبقى في هرمون. ايوه انا واخد بالي نوعات كتيره هرمون بتخش في الدراسه. لو تفتكر الرساله بتاعت فورم ترمين قديمه كان واخد مساله ويف مين وجاب فيرست روبا سوليوشن وسكند روبا سوليوشن طلع لوغاريتم فوق المركز بتاعه عند روبوت صادلاتي الويب ميكر بالفري سيرفس بس كان بيشتغل برضه ديب ووتر ثيوري. سواء كل الاحوال احنا بنشتغل لكوانشن ثيوري. انا اقول لك نقطه ايه الكلام اللي انت قلته تعتبر هي دي تعتبر هي الحاجه اللي ممكن تسرع لكن بالاضافه ان انا عايز احط جزء على السنه. ايوه ماشي. انت عندك موجه مدافعه حاجه بتاع الشاطئ بس الجمعه ده زي الجمعه دي مش هيكون جوه ده سلام يعمل على حقيقه بشر في الحياه دي بتتصرف عشان كده بتلاقي دايما الفكر بتاعها يعني ما تقدرش تتكلم عن انت بتتكلم عن النظام بس خالص الفرصه. انت لما بتدرس دلوقتي مساله في لاجرانشن كوفيشنز وعندك اكس واي هي الانسحاب مش هيبقى عندي مشكله السنجولاريتي دي اصلا. مش هيبقى عندي مشكله السنجولاريتي. انا بحط السنجولاريتي ولكن بتركز بقول ان الحل بيستبعد منه المنطقه. لا انا عايز اطلع حل برضه ضروري عشان يجي لي ازاحه. ما ينفعش اخد ازاحه انت لو شفنا بس يعني ازاي يقول طيب انا عايز اشوف الاكس نقطه الاكس نقطه طلعت بتساوي ايه؟ اهي تطلع بتساوي ايه؟ محطوط عليها. هل في حاجه مضروبه في الجي 1؟ في فيريو مضروب في الجي 1 ولا حاجه؟ اكتب كده تحت تمام. انا بس مش شايف كويس. دي النتيجه اللي عند الدكتوره سعاد على فكره. هي فين الجي 1؟ طب هل ايه اللي مطلوب في الجي 1؟ قصير قصير في الازمنه. انما ما فيش حاجه في الـ في الاكس يعني. ما فيش الاكس هي في الجامعة خد بالك. الاكس جوه الجامعة. فين الجامعة هي؟ اطلع فوق شويه هتشوف الجامعة فين. اطلع فوق شويه كده. تمام. تمام. اهي جامعة. ايوه لا شيل اللزقه ده ولا تعمل لك مشكله. فين الاكس؟ فين الاكس؟ تقصد النيو ولا تقصد الاكس؟ هي الاكسار. هي الاكسار. سوري. لا انا تصورت انها هتطلع مثلا اكس جي 1 قلت يبقى اكس واي 1 ما فيهاش مشكله الا في المشتق. اكس واي 1 مين؟ اللي هو ريد بيظهر في المشتق.
كسنجولاريتي. انما الاكس في الواي 1 نفسها عند 0 0. يعني هنا استخدام اللاجرانش بروبلمز ده نسبه من الموضوع ما اقدرش اخد اي حل من الموضوع. ايوه هو ميزه وعيب. ميزه وعيب؟ ميزه وعيب. وعيب؟ والعيب ايه؟ عيب ان انا فيزيكالي مش صح. يعني انت لو بصيت فعلا فعلا مين النقطة دي؟ بص الكلمة ده كلمة خطيب جدا عندها اي انسليبشن وبرضه مش مختلفة تروح من الناحية دي بشكل ومن الناحية الثانية بشكل ثاني لازم هيصل لنا ما نقدرش نعمل لها اي لازم يصل. ايوه نظريا لازم يصل السيميلاريتي اللي جمع هو ايه المصدر بتاع كل ده؟ انا بعمل بقول مين الكويلر فيها 100 مليار فيها 100 مليار تمام اتكلم على التسكت الكلاسيك هي الاكثر كلها السيرك التسكت لكن على البلاس الكلاسيك وبعدين ده الشيء ده الناس هي انت ما يعني الدكتوره سعاد بتقسم الريسيرش. ايوه بترسمه اخر لحظه. ايوه بس عندك ليزر جابت بس ممكن تتمتع بعد كده. البحث والرساله بتوع بيولوجي اللي هو في الكليه كان بيشتغل في لاجرانجيا بيلي واظن في عنده برضه سنجلات عندي هي المفروض عندي مش وانا مش لا كان في بحث طلعوه من عندي ودي طلع بحث منه لو دورنا باسم دي ممكن نلاقي على لا لا طلعوا بحث انا شفت البحث على الخلف دي برضه في ملحوظه ثانيه مهمه جدا يعني انا احسب كان بيشتغل بالاجرام ونطلع عظيمه برضه السنجلاريتي عن الفرق بتاع البيت كان فيه هو برضه لان ده في سنجلاريتي لازم حاجه اساسيه في البوزيشن نفسه حد اللي هو عنده اه بس المشكله بتاعت